السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بيكم، معاكم يوسف بكري. ازيكم يا جماعة؟ النهاردة عندنا شرح مهم جدا جدا على برنامج المونتاج الشهير أدوبي بريمير برو. طبعا لو أنت عندك أي إصدار من أدوبي بريمير برو هتلاقي فيه الإمكانيات اللي احنا هنشرحها النهاردة، سواء كان إصدار قديم أو جديد أنت هتقدر تشتغل معايا عادي، لأن الحاجات اللي هنشرحها موجودة في كل الإصدارات. أول حاجة، صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتركوا في القناة لو انتوا اول مرة تشوفوا فيديوهاتي، زرار سبسكرايب تحت وفعل الجرس عشان يوصلك نوتيفيكيشنز او اشعارات بكل فيديو جديد انا بنزله في القناة، واعمل شير للفيديو مع اصحابك اللي عايزين يتعلموا مونتاج وكده. وهتلاقي حسابي على انستجرام في الديسكريبشن اسفل الفيديو، هتلاقيه في الوصف، خش عليه واعمل لي فولو. مش هتخسر حاجة، ويعني بالمرة هنبقى اصحاب ومتعرفين على بعض على اليوتيوب وعلى الانستجرام. اوكي، نبدأ الشرح. اول حاجة بتعمل امبورت للميديا او امبورت للفيديو اللي انت هتعمل عليه ايديت عن طريق كنترول وحرف الاي من الكيبورد، ونعمل امبورت للميديا. نشوف الفيديو اللي احنا هنشتغل عليه. بعد ما بيكون عملت امبورت للميديا وتحط لك هنا في البروجكت، هنيجي على كليك يمين ونيو سيكونس فروم كليب، هينزل لك في شريط التايم لاين تحت. اول حاجه نعملها عشان نخلي الفيديو طبعا اتش دي، فنخليه هنا ربع، نخلي هنا الريزولوشن ربع، ونيجي هنا على البوست الريزولوشن نخليه ربع عشان ده فيديو اتش دي ما يقطعش معانا في الايديت. طبعا احنا عايزين نسرع الفيديو او نبطئه او نعمل عكس للفيديو، فهنعمل ايه مع بعض؟ تمام، نشوف الفيديو مع بعض. ده الفيديو طبعا. المطلوب منا دلوقتي ان احنا نعمل تبطيء او عكس الفيديو. هنيجي على الريزر تول او علامه المشرط، ممكن تضغط على حرف السي من الكيبورد وتيجي هنا مثلا نقص قطعة من هنا، تمام. بعد كده حرف الفي، بعد كده نحدد عليها كده، تمام، نكبر التايم لاين شوية ونيجي عليها كليك يمين. بعد كده هتلاقي حاجة عندك اسمها سبيد او دوريشن، تضغط عليها. بعد كده عندك السبيد تقدر تخليه 50% بحيث ان هو يبقى سريع. فنيجي نشغل الفيديو مع بعض. لا كده بطيء، عفوا كده احنا بطأناه. عايزين نسرعه، تيجي برضو عليه كليك يمين وسبيد نخليه 150، فهيبقى عندك هنا كده هيبقى متسرع. نشوف مع بعض. تمام، عايز نرجعه الاصل، تيجي على سبيد نخليه 100%، ونيجي نجيبها هنا كده، نسحب الفيديو ده جنبه كده. بعد كده انت دلوقتي عايز تعمل ريفيرس للفيديو او عكس الفيديو، نيجي برضو على السبيد والدوريشن وتروح جايب على ريفيرس سبيد. هنشوف مع بعض، هنلاقي الفيديو رجع لورا. طبعا انتم ملاحظين الصوت عامل ازاي، غريب شوية كده. انت عملت له ريفرس. ولو عايز تعمل تسريع للفيديو من غير ما يأثر على الصوت، يعني ايه يأثر على الصوت؟ يعني لما تيجي تسرع الفيديو مش يخلي صوتك منمنم او رفيع قوي، صوت العرس ده ما مش عايزينه. فهتخلي السبيد 100% او 150% عشان نسرعه. بعد كده هتيجي عليها كليك يمين وبرضو على السبيد، هتلاقي حاجة عندك اسمها ايه، مينتين اوديو بيتش، تضغط عليها هتعمل عليها تشيك واوكي. كده مش هيأثر على الصوت، مش هتلاقي الصوت بقى، هو الصوت هيبقى سريع بس مش هيبقى صوت عرس. ارجو ان انتوا تكونوا فهمتوا الشرح ده يا جماعة. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل اشتراك على زرار سبسكرايب تحت وتفعل الجرس عشان يوصلك نوتيفيكيشنز بكل فيديو جديد انا منزله على القناة. قول لي الحاجات اللي انت عايزني اشرحها او اعمل عليها كورسات على برنامج ادوبي بريمير برو تحت في الكومنتس. كان معاكم يوسف بكري، سلام.